إن من عجيب حكم الله وتقديراته التي نتلمس فيها لطف الله وكرم الله ورحمة الله بعباده ورأفته بهم جل جلاله أن الابتلاءات دوما ما تكون محفوفة بالعطايا، وكم في طيات المحن من منح، وكم يكون في تلك الابتلاءات من هبات وأعطيات، حتى لقد قال قائلهم: ويكأن العطاء لا يأتي إلا على طبق من الابتلاء. إننا نعيش في كل محنة يعيشها الإنسان، حتى في معاني الابتلاءات الشخصية والخاصة نعيش فيها كثيرا من معاني المنح. هذا الخير الذي يساق للعباد في جوف الابتلاء يجعلنا نوقن أن الله عز وجل عندما يقدر لعباده في صورة عامة أو لبعضهم في صورة خاصة، عندما يقدر سبحانه ابتلاء بالعبد فإنما هو ابتلاء محفوف بكثير من الخير والعطاء. والدليل على ذلك أن الله ابتلى صفوة خلقه بل وشدد عليهم في الابتلاء الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام، ومصداق ذلك في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إنما اشتد بلاؤهم لكرامتهم عند ربهم، حتى لا نتصور يا كرام أن الابتلاء بالضرورة دوما ما يكون عقابا أو نقمة أو سخطا، بل قد يكون رحمة وعطاء، وقد يكون أيضا في معاني تكفير السيئات ورفعة الدرجات. والله عز وجل قال في شأن داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فإذا معاني الابتلاء أعم وأوسع من أن تكون في سراء أو ضراء أو خير أو شر.